تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي قصة اختطاف شاب من قبل فتاة في تعز، في حادثة تبدو فريدة من نوعها، لكن واقع القصة بعد البحث والتقصي يظهر تعقيدات كبيرة، كما يظهر الأثر الكارثي لتساهل الجهات المعنية في القيام بواجباتها. المذكرة الصادرة عن مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة تعز إلى مدير قسم شرطة عصيفرة ورئيس قسم البحث الجنائي أفادت أن الفتى تغريد قائد غالب الشرعبي قامت باختطاف المجني عليه مبارك سلطان محمد الوافي يوم الاثنين 7 فبراير، وأشارت المذكرة إلى أن المجني عليه ما يزال مختطفا منذ ذلك التاريخ، وأن إدارة البحث لا تزال تجمع الأدلة وتتحرى حول واقعة الاختطاف. حسب المذكرة، طالب مدير بحث تعز مدير قسمة شرطة عصيفرة ورئيس قسم البحث الجنائي بضبط المتهمة وإرسالها إليهم لاستكمال الإجراءات القانونية والإحالة إلى جهة الاختصاص. ناشطون علقوا على الجريمة المفترضة بأسلوب ساخر، ومنهم من علق وحذر من مخاطر التناول الساخر لقضية سالت فيها الدماء واختفى فيها شخص عن أسرته، مثل وسيم العامري، حيث كتب وسيم: ما حصل اليوم من أهل البنت الشرعبية بحق نسبهم السابق عيب كبير بحق العائلة كلها، كل الناس يحصل لهم قصص طلاق تنتهي العلاقة بكتمان واحترام شديد، لكن يتبلطجوا عليه، يختطفوه، يعذبوه ويزيدوا يصوروه وتنشر صورته البنت بحسابها، هل أنتم قبائل وعائلة كريمة؟ أي لؤم هذا وقلة أصل؟ من الذي عاد بيتزوج منكم ويقاربكم؟ تناول الموضوع بسخرية والبعض بتشجيع وعدم نبذ هذا التصرف الذي يطعن بقيم مجتمعنا وعاداته الكريمة يشجع الكثير للقيام بهذا التصرف الأرعن والأحمق، هل أنتم قبائل وأصول؟ هذا كان وسيم ما قاله إيهاب الدهبلي، قال عن حادثة تغريد قائد خالد الشرابي وخطفها لطليقها: الموضوع ليس متروك للسخرية على الإطلاق، الحادثة لها عدة أسباب، وهي غياب القانون وعدم وجود دولة قوية تطبق نصوصه، أو على الأقل عدم الثقة بوجودها، فأحد الأطراف قام بفعله وهو واثق كل الثقة بالنجاة، والآخر أقدم على رد الفعل وهو يثق هو الآخر بنجاته كذلك. حادثة مثل هذه يجب الوقوف على أسبابها ومعالجتها أمنيا ومجتمعيا، بل مجتمعيا قبل أمنيا. ما الذي يدفع فتاة لخطف طليقها؟ لست مدافعا عن الفتاة، ولكنني أفكر بالأمر من مبتداه وليس من منتهى أو نتائجه. أحمد وهاب كتب ساخرا حول هذه القصة وهذا الموضوع فقال: أصحاب جبل حبشي اليوم وهم خارجين من البيوت، تغريد قائد خالد الشرعبي تهدد باختطاف الثاني والثالث، طلعت مشحوطة، انتبهوا. أما أمة الرحيم فقد علقت على هذا الموضوع هي الأخرى وقالت: كلنا لازم نعمل مثل تغريد قائد خالد الشرعبي وناخذ حقنا بأيدينا، بتعز ايش فيها لو نطبق القانون من انفسنا طالما هو مش موجود وتعني القانون. ابارك ليكي صديقتي تغريد انتصارك على المجرمين. عرفات اسماعيل قال حول هذا الموضوع: عرفات يقول: غياب السلطة والعدالة والقانون تدفع المواطن او المواطنة باتخاذ اخر الحلول لاخذ حقه بنفسه. نرجو من السلطة والعدالة والقانون النظر إلى مثل هذه القضايا من بدايتها حتى لا تتفاقم وتتطور وتنتج عنها قضايا وخصامات بين أبناء الجلد الواحد. هذا كان تعليق عرفات إسماعيل.